ناخذ اتصالات الاخوه والاخوات ونبدا بالمتصل بندر من الرياض. تفضل يا بندر. الو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت يا بندر تقصر التلفزيون شوي، تقصره لانه مشوش علينا. تفضل. ايوه يا شيخ، السؤال الاول معلش انا تركت بعض الصلوات يا شيخ، ربما يكون نوم او كسل، يعني يوم كامل تركت الصلاه. والحين يعني ما ادري يا شيخ ايش يعني ايش اللي اسويه علشان انا ابغى ارجع يعني الصلاه، بحيث اني انا كان فيني نوم او كسل او نوع من الكسل او التجاهل. واضح السؤال يا بندر، شكرا. اذا كنت تركتها متعمدا فعليك التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة ولا تعود لمثل هذا. أما إذا كنت تركتها ناسيا أو نائما فعليك بالمبادرة بقضائها مرتبة، لأنها واجبة في ذمتك فلا بد من قضائها والمبادرة بذلك. نعم.